اني احب الاندومي بهاي الطريقه. راح تسوي لك مياهو تعالوا شكوني. اولا نجيب فلفل طماطم بصل قطعهم قطع صغار قطعنا طماطم بهذا الشكل وهسه اسوي لها هيك وراها تضربها بهذا الشكل ظلوا هيك تستمروا الى ان تصير او كيفكم انه الفلفل هو الطماطم صار بعد رجل شويه وراها بيضون الفلفل بهذا الشكل. هسه اللي بنقطع البصل نفس الفلفل والطماطم وبهاي الطريقه صاروا نجيب الزبد ونخلي الزيت هسه نجيب الفلفل والبصل والطماطم خليها هاي كفايتنا بس نحط نص شريحة من هذا نخلطه نحط الاندومي نعلي النار متأكد جاي تسألون هسان ليش نخلي الجبسة هنا بعدين راح تعرفون خلي الجبل بس المفروض نخلي بيه القضاء هاي الكمية كافية طبعا طلعناه وخلينا الحار في الحار والبهارات جيب الجبس نخليه نجيب جبنة مثل هاي نخليه فوق الجبس هسه نخليه هو جبن بالمايكرويف نشغله على حرارة 30 نرجس خلاص هسه نطلع وهذا الشكل النهائي نقول بسم الله.